احمد، ايه الفرق ما بين جروس وكارتيرون، ووجود كارتيرون في الوقت ده ونجاحه؟ هل يدي العذر مستر كارتيرون ان هو يعني الامور بالنسبه له كانت صعبه مثلا؟ بص، جروس قعد سنه كامله واشتغل على حوالي 13 14 لعيب، ومسك فتره اعداد واشتغل فتره اعداد كويسه وعمل ماتشات كويسه وليه طريقه لعب واضحه وصريحه واشتغل عليها وكان بيوصل لجون كتير جدا، فخد وقته واشتغل وكان ناجح جدا. كارتيرون ذكي، جه في وقت كل اربع ايام ماتش ما قدرش يحط البصمه الفنيه الكبيره اللي انت كل تمرينه تقدر تحط حاجه وكل ماتش تقدر تحط حاجه، ولكن اتعامل بذكاء. في مدربين بيفتحوا صدرهم يقول لك انا جاي وهشتغل كوره وهعمل واسوي والكلام ده كله، لا، هو اشتغل على الحاجه الامكانيات نادي الزمالك دلوقتي في الوضع الحالي. كان في نقص في اللياقه البدنيه، قدر يشتغل شويه، ها، حسن شويه طريقه اللعب، حسن الزون اللي بيشتغل عليه. اتعامل مع شهر فبراير، الناس كلها كانت بتبص على شهر فبراير بالنسبه للزمالك ده انتحار. هو اتعامل زي الكتاب ما بيقول، فهو اشتغل على قد ما قدر بالادوات اللي موجوده عنده، امكانياته اللي موجوده وان هو ما عندوش وقت انه يشتغل اصلا. ويمكن لو سؤال بقى اقوله لك بمعنى تاني، هل تدخل الاداره مع جروس اثر بشكل اكبر عليه من تدخل الاداره مع كارترون؟ محدش كان بيدخل. لا، ما اعتقدش. انا ماسك المستبعدين ايامها في مع جروس، كنت ماسك المستبعدين مع 2001، الناس بتخرج بره ال 18. ما كانش اي حد، كان خلي بالك لو انت كان مشكله كبيره جدا في دماغه، كانت مشكله كبيره جدا وكان قوي جدا جدا جروس فما كانش اي حد بيتدخل خالص. اصل كان حد بيتدخل يا كابتن، كان شفت كان دايما بيشتكي 20 لعيب من مقابلات رئيس النادي الاهلي. لا، مقابلات حاجه الاسئله حاجه، وده طبيعي اي فئه انديه بتسال. ما هو الواضح يا كابتن احمد في الشاشات والكلام ان الراجل بيتدخل. لا، اديك مثال صغير، يعني كان اديك مثال صغير، مرتضى منصور بيتدخل. اديك مثال صغير، انت بتتكلم هل وافق الراجل وافق ولا ما وافقش؟ يعني انت ده نقطه خلاف وكان في مشاكل. انت جيت كلمتني دلوقتي غير فلان، هل انا سمعت الكلام ولا ما سمعتش الكلام؟ هي دي النقطه، راجع للمدير الفني، قابل تشتغل وانت بتسمع الكلام ولا قابل تشتغل عايز تقول انا مدير فني كويس واخد بطوله او بطولتين او على حسب البطولات اللي انت داخل فيها، هي بتحسب كده بس. لكن انا ادي شهاده بس. لا، هو انا بقول لك، لو هو لو انت بتتكلم في اللي هو عاوز او يتدخل في لعيبه معينه، انت لما تيجي تبص على نادي الزمالك السنه اللي كلها اشتغل 13 14 لعيب. الراجل تمسك بقراره وتمسك بالشغل بتاعه والكلام ده كله، في الاخر هو رقميا هو ناجح. طيب احمد، قول لي